إيران أشعلت الموقف، وذلك من خلال إرسالها مئات الصواريخ البالستية الخاصة بها وللمرة الأولى على الإطلاق إلى الداخل الروسي. ونقلت تفاصيل هذا الأمر بشكل خاص وحصري عن طريق وكالة رويترز. 6 مصادر هي التي تحدثت لهذه الوكالة، 3 مصادر هي عبارة عن مصادر إيرانية. التفاصيل هنا تحدثت بأن إيران أرسلت 400 صاروخ بالستي إلى الداخل الروسي، وصلت إلى روسيا وتسلمتها الحكومة الروسية. وهذه الصواريخ هي عبارة عن مجموعة من صواريخ فاتح 110 البالستية القصيرة المدى وصواريخ ذو الفقار التي يصل مداها إلى 700 كيلومتر. تم إرسال هذه الصواريخ عن طريق السفن وكذلك عن طريق الطائرات وعلى شكل 4 شحنات. جاءت الشحنات طبعا عن طريق بحر قزوين بهذا الشكل، وجاءت عبر الجو بشكل مباشر إلى داخل الروسي. وهذه العملية كلها تمت الشهر الماضي، أي في يناير عام 2024، وهنالك أيضا المزيد من الشحنات بحسب هذا التقرير الحصري لوكالة رويترز. المزيد من شحنات الصواريخ البالستية في الأسابيع القادمة ستقوم إيران بإرسالها لروسيا. وهنا إيران استغلت العديد من المسائل التي مكنتها من إرسال هذه الصواريخ في نهاية المطاف. أولى هذه الأمور طبعا هي انتهاء صلاحية القيود الصاروخية المفروضة عليها ضمن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، القرار الذي يأتي جزءا مهما من الاتفاقية النووية التي وقعت في عام 2015. انتهت صلاحية هذه القيود الصاروخية العام الماضي أكتوبر تحديدا، وهذا هو الذي سمح لإيران أن ترسل كل هذه الصواريخ. وإيران كانت تنوي إرسال المزيد أو إرسال هذه الصواريخ البالستية في حقيقة الأمر منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية لمساعدة روسيا في أوكرانيا، ولكن بسبب هذه القيود لم تتمكن من فعل هذا الأمر، لأنها إن قامت بهذا الأمر فإن هذا سيستدعي وسيسمح بشكل قانوني وسيعطي الضوء الأخضر للولايات المتحدة الأمريكية وللدول الأوروبية أن تفرض عقوبات السناب باك على إيران، وبالتالي إيران تدخل في مشكلة حقيقية للغاية. وعلى هذا الأساس انتظرت إيران حتى انتهت هذه القيود الصاروخية، انتهت صلاحياتها، وعلى هذا الأساس لن تكون هنالك عقوبات ضدها، على الرغم من أن الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لا زالت تفرض عقوبات على البرنامج الصاروخي البالستي الخاص بالجانب الإيراني. ولكن الأمور سارت بهذا الشكل بالنسبة للجانب الإيراني، واستغلوا الظروف، بمجرد ما انتهت هذه صلاحية القيود الصاروخية التي تحدثنا عنها كانت هنالك الكثير من الاجتماعات التي جرت نهاية العام الماضي بين الجانب العسكري الروسي والجانب العسكري الإيراني ليضعوا عددا من الاتفاقيات. وبهذا الآن الصواريخ البالستية للمرة الأولى الإيرانية أصبحت موجودة وأضيفت للترسانة الروسية لتستفيد منها روسيا في حربها في الداخل الأوكراني. وهذه مسألة مهمة بالنسبة للجانب الروسي، خاصة وأن تفاصيل مثيرة للغاية نشرت من قبل وكالة رويترز أيضا خلال هذا الشهر. تحدثت بأن كوريا الشمالية أرسلت صواريخا بالستية للجانب الروسي لكي يستخدمها في أوكرانيا، ولكن هذه الصواريخ أثبتت بأنها ليست قوية أو ليست بإمكانية عالية للغاية، ليست كما تريد روسيا. فمن 24 هدفا من الصواريخ البالستية الخاصة بكوريا الشمالية، كل ما استطاعت روسيا من إصابته هي فقط هدفين عسكريين. والصواريخ الإيرانية التي نتحدث عنها هي مهمة ودقيقة للغاية بحسب جيفري لويس، أحد أهم الخبراء في المجال الصاروخي والمجالات العسكرية، الذي قال بأن صواريخ فاتح 110 وذو الفقار دقيقة في استهدافاتها. وهذه الصواريخ سبق وأن رأينا استخداماتها تحديدا فاتح 110 على الداخل العراقي عندما إيران بدأت باستهداف رجال الأعمال العراقيين في إقليم كردستان. هذا كان آخر الاستهدافات الشهر الماضي باتجاه بيشرو ديزاي، أحد أهم رجال الأعمال طبعا الكرد العراقيين في إقليم كردستان. لاحظ الضربات كانت دقيقة للغاية. أيضا في عام 2020 الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا قاعدة عين الأسد استهدفت بالصواريخ البالستية الإيرانية انتقاما لما جرى لقاسم سليماني آنذاك، رغم أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قال بأن إيران أبلغتنا بكل ما جرى والولايات المتحدة كانت مستعدة لهذه الضربات، ولكن
في برنامج 60 مينت على سي بي اس نيوز الأمريكية أكدت بأن هنالك عددا من الجنود الأمريكيين تعرضوا إلى ارتجاجات دماغية بسبب هذه الضربات القادمة بالصواريخ البالستية. ولاحظ الضربات أنها كانت دقيقة للغاية بغض النظر إن عرفت الولايات المتحدة الأمريكية بهذه الصواريخ قادمة أو لا. لاحظ دقة الضربات في قاعدة عين الأسد في عام 2020، وهذه الضربات طبعا كلها جاءت بشكل دقيق على مساكن الجنود الأمريكية. كما تلاحظ المساكن هي التي ضربت بشكل واضح ودقيق، أي أن هذه الصواريخ دقيقة ودقيقة للغاية. وجانب الأوكراني أبدى قلقه منذ أكتوبر العام الماضي بهذه الطريقة، قال بأن هذه الصواريخ الإيرانية فعلا إن وصلت إلى روسيا ستشكل تحديا لمنظوماتنا الدفاعية. وهنا لاحظ في أكتوبر عندما بدأت القيود الصاروخية الإيرانية وصلت إلى نهاية صلاحيتها، وإيران قانونيا تستطيع إرسال هذه الصواريخ دون التعرض إلى أي ضغط من أي أحد كان. حتى روسيا بدأت تصعد من تصريحاتها بشكل كبير وباتجاه كييف. على سبيل المثال ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي قال: لا نستبعد الوصول عسكريا إلى كييف لتحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة. وكذلك اعتبر كييف بأنها مدينة روسية. وصاروخ ذو الفقار الذي تحدثنا عنه والذي يصل مدى إلى 700 كيلومتر هو يحقق الكثير تحديدا ضد كييف. هذه هي أوكرانيا وهنا كييف وهذه هي موسكو. وصاروخ ذو الفقار على سبيل المثال إن انطلق من هذه المنطقة من إقليمي أو من المناطق القريبة من إقليمي الدونباس، فإن هذا الصاروخ يستطيع الوصول إلى ما بعد جنوب كييف كما تلاحظون. والصاروخ ممكن إطلاقه أيضا أو إطلاقه بشكل مباشر من ضواحي موسكو أو من المناطق القريبة من موسكو جنوب غرب موسكو، وممكن للصاروخ أن يصل مباشرة وأن يضرب كييف، فما بالك أن انطلق من مناطق قريبة مع هذه المديات العالية. بالتالي هذا الصاروخ يستطيع أن يغطي العديد من المدن الموجودة في الداخل الأوكراني، وهو سيكون مهما لاستنزاف المنظومات الدفاعية الخاصة بالجانب الأوكراني، خاصة من منظومات الباتريوت التي تعتبر هي باهظة الثمن، وكذلك الصواريخ التي تستخدم في الباتريوت باهظة الثمن. وواضح جدا أن روسيا ترى ما يجري في العالم وفي داخل الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا في داخل الكونغرس، فمجلس النواب الأمريكي الآن هنالك صراع كبير في مسألة تمرير 95 مليار دولار من مساعدات عسكرية لأوكرانيا لإسرائيل ولتايوان، وهذه تعتبر مهمة للغاية بالنسبة للجانب الأوكراني، ولكن الحزب الجمهوري يقف ضدها ولا يريد تمرير هذه الأموال. وهذا ما يراه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هذه الأموال يعتقد بشكل كبير بأنها لن تمر بسبب الحزب الجمهوري الأمريكي واستثماره بمسألة الهجرة الغير شرعية في داخل الولايات المتحدة، وبأن بايدن لم يغير من سياساته في هذه المسألة. بالتالي هذه الأموال عدم وصولها إلى الداخل الأوكراني مع وصول صواريخ بالستية لروسيا من كوريا الشمالية وصواريخ بالستية كذلك من الداخل الإيراني، وأيضا الطائرات المسيرة الإيرانية مع الترسانة الروسية العملاقة، ترى بأن روسيا هنا قادرة على استنزاف كل هذه القدرات، بل وضع ضغط جديد على كييف تحديدا. وأيضا تحقيق التقدم الأهم بالنسبة لروسيا هو الذي يأتي في الأربعة أقاليم التي تجري فيها العمليات والحرب، إذا كانت على مستوى لوغانسك والتي تسيطر على أغلب نقاطها، تقريبا 96 أو 97% من لوغانسك هي تحت السيطرة الروسية، ولكن هنالك معارك كبيرة تجري في دانييتسك وكذلك على مستوى زاباروجيا واستعداد للسيطرة على خيرسون. في دانييتسك هنالك تطورات كبيرة قد تساعد الصواريخ البالستية الإيرانية الروس طبعا على مستوى التقدم في هذه المنطقة، فكما شاهدنا في الفترة الماضية فتمت السيطرة من قبل روسيا على أفدييفكا والذي يعتبر تقدما كبيرا في هذه المنطقة. أيضا في الأيام القليلة الماضية روسيا بدأت تضغط باتجاه هنا هذه المنطقة ألا وهي روبوتنا، وبدأت تحاول الإحاطة بالمنطقة بعد سيطرتها على أفدييفكا التي تحدثنا عنها. والخطوط الدفاعية الأوكرانية نوعا ما انسحبت منها القوات الأوكرانية، ضربت بالمدفعية، ضربت بطائرات المسيرة الروسية على مواضع الجنود الأوكران، وبالتالي بدأوا يحاولون إحاطة المنطقة كما فعلوا في أفدييفكا من أجل التقدم بعد ذلك بعد السيطرة على روبوتنا. الهدف الأساسي لهم هو السيطرة على أوريخيف والسيطرة على هذه الطرق أو هذا الطريق الرئيسي المهم
بالنسبة لهم طبعا هنا في روبوتنا في زاباروجيا تحديدا. أما في دانييتسك فإن هنالك معركة جديدة الآن قد بدأت وهي إلى جنوب مارينكا في هذه المنطقة. هنالك تقدم في 48 ساعة الماضية من قبل الجيش الروسي في هذه المنطقة. دعونا نذهب إلى خارطة الديب ستيت، هنالك تحديثات جديدة قد طرأت على هذه الخارطة وسنرى هنا ونلقي نظرة على هذه المنطقة. هذه هي نوفو ميكاليفكا، هذه هي نوفو ميكاليفكا التي تحاول الآن روسيا من السيطرة عليها. الذي جرى بالنسبة للجانب الروسي بأنهم بدأوا منذ أشهر أو في الأشهر القليلة الماضية تمكنوا من السيطرة على مارينكا هنا بكتيبة الدبابات 163 وأيضا كتيبة آلية للمشاة الآلية الميكانيكية رقم 5 هي التي سيطرت طبعا على مارينكا وبدأت تتقدم شيئا فشيئا في المناطق الغربية حتى غريغوريفكا. ولكن بالنسبة للجانب الروسي طبعا هنا بدأ يركز على حقيقة بأنهم بحاجة للسيطرة على بوبيدا هنا، وبدأوا ينظرون إلى الطريق الأهم والرئيسي الذي يمتد من بوبيدا إلى نقطتين مهمتين ألا وهي كوستانتينيفكا وباروسكوفيفكا، لأن في هذه المدن هنالك عقدة مواصلات مهمة للغاية، طريق مؤدي مباشرة إلى نوفو ميكاليفكا، وكذلك طريق أيضا وتقاطع مهم، طريق مهم جدا يمد القوات الأوكرانية بالسلاح والإمدادات العسكرية المهمة يأتي من كوستانتينيفكا. وبالتالي بالنسبة للجانب الروسي هذه مسألة مهمة أن يضعوا ضغطا على كوستانتينيفكا وباراسكوفيفكا من أجل وضع القوات الأوكرانية الموجودة في نوفو ميكاليفكا تحت الضغط وتحت النار. وهذا هو الذي جرى، القوات الروسية فعلا نفذت هذه الخطة وتمكنت من السيطرة في 48 ساعة الماضية على بوبيدا وأصبح الطريق معبدا لها، المساحة مفتوحة لها لكي تتقدم مباشرة لتضع ضغطا على القوات الأوكرانية في باروسكوفيفكا وكوستانتينيفكا وتجعل القوات الأوكرانية في نهاية المطاف أن تكون مضطرة للانسحاب، خاصة وأن القوات الروسية كما هو ملاحظ هي تحاول تطويق هذه المنطقة ووضع ضغط كبير على القوات الأوكرانية لتنسحب إلى الخلف إلى كوستانتينيفكا وبالتالي تحقق تقدما مهما للغاية في هذه المنطقة. وبوبيدا الآن لاحظ كيف أن مع التقدم بالتاريخ تمكنت من السيطرة عليها القوات الروسية كما هو واضح. والهدف الرئيسي بالنسبة للقوات الروسية هو ليس فقط السيطرة على بوبيدا والمناطق التي تحدثنا عنها هنا بعد الإحاطة بها، الهدف الرئيسي طبعا هو فوغلادار، منطقة مهمة للغاية تحاول أيضا القوات الروسية من تطويقها، ولكن لا بد لها أن تسيطر على كل هذه المناطق وأخذ الطريق الرئيسي الذي نراه هنا لأن يكون الطريق معبدا للسيطرة على بعض المناطق الأساسية في دانييتسك التي لا زالت تسيطر على ما يقارب 50% أو 53% منها، ولا زالت القوات الأوكرانية حاضرة بقوة في هذه المنطقة. بالتالي الصواريخ البالستية الإيرانية بدخولها بالمئات هي ستلعب أدوارا مهمة بالنسبة للجانب الروسي في هذه المعركة ومن أجل فرض ضغط كبير، وهذا ما انتبهت له طبعا أوروبا تحديدا. فهنالك أحد أهم الكاتبين على الوول ستريت جورنال وهو لورنس نورمان نقل على لسان أو نقل من مسؤولين أوروبيين تحدثوا بأن هذا يعتبر خطا أحمرا، إن تأكدت هذه المعلومات التي نشرتها وكالة رويترز بأن الصواريخ البالستية الإيرانية فعلا قد وصلت إلى روسيا وبأن روسيا على وشك استخدامها، وهذا يعود لأسباب مهمة بالنسبة للجانب الأوروبي لأن إيران الآن تضغط بشكل كبير في هذه المنطقة، منطقة الشرق الأوسط، إن كانت في العراق وإن كانت في سوريا على التحالف الدولي، والتحالف الدولي هو ليست فقط القوات الأمريكية لا أبدا، بل هي الدول الأوروبية من حلف الناتو وغيرها موجودة بهذه القوات ومن القوات البريطانية أيضا، وكذلك الضغط على حليفتهم الرئيسية إسرائيل في منطقة الشرق الأوسط، وكذلك أيضا في نفس الوقت بأن إيران حاضرة في دعم جماعة الحوثي بشكل كبير في إطباق الحصار على مضيق باب المندب، ولديها الكثير من الفعاليات التي تجري بين الحين والآخر على مضيق هرمز المهدد من أن إيران قد تصعد في هذه المنطقة أيضا. وها هي ترسل الصواريخ البالستية مستغلة ما يجري في كل هذه المنطقة في قطاع غزة وغيرها لترسل هذه الصواريخ لروسيا، وقد يكون في المقابل جائزة مهمة بالنسبة لإيران. إيران استفادت روسيا كثيرا من طائرات شاهد 136 المفخخة وقد تستفيد أكثر من الصواريخ البالستية الخاصة بها، بالتالي الخوف هنا أن الأمور أن تعود بالمنفعة بالنسبة لإيران على المستوى النووي وأن تبحث إيران من الوصول للقنبلة
المقابلة النووية مباشرة بمساعدة روسيا، لا بل قد تكون البداية هي بإرسال روسيا لمنظومات الأس 400 التي ممكن أن تحمي المنشآت النووية الخاصة بالجانب الإيراني لتصل للقنبلة النووية بعد ذلك. وهذا الأمر الذي سيدفع دولا مهمة في منطقة الشرق الأوسط مثل المملكة العربية السعودية، مثل تركيا، وقد تدفع حتى دولا مثل الإمارات العربية المتحدة أن تبحث عن القنبلة النووية وتدخل المنطقة في تسلح نووي كبير، وبالتالي تكون الحرب القادمة حرب نووية في منطقة الشرق الأوسط. والأهم من ذلك أن إيران تساعد روسيا ليس فقط في تحدي أوكرانيا، هم ينظرون إلى المسألة إلى أنه تحدي لحلف الناتو بأكمله في هذه المنطقة، وإيران تقوم بكل هذه الأعمال دون أن تتم محاسبتها. ولذلك الأمر قد يتطلب إجراء من قبل ليس فقط الولايات المتحدة وإنما الاتحاد الأوروبي بشكل عام. على المستوى الرسمي ليست هنالك تصريحات رسمية لا من إيران لا من روسيا ولا من أي طرف آخر، ولكن وكالة رويترز هي التي تحدثت بشكل حصري، ليس من مصدر أو مصدرين وإنما 6 مصادر هي التي تحدثت عن هذه المسألة بشكل حصري وخاص كما تحدثنا لوكالة رويترز. We'll be right back.